اليوم كان في حفل إطلاق الجائزة بحلتها الجديدة، جائزة سمو الشيخ فاطمة المبارك. كان في 3 جوائز، الحين دمجها تحت جائزة واحدة وفق أحدث المعايير العالمية. هذه الجائزة طبعا بيكون لها إن شاء الله أثر إيجابي كبير على المجتمع المحلي والعالمي بسبب النظرة الشمولية اللي تطمح فيها الجائزة في الوصول إلى تشجيع ودعم سواء كان المؤسسات الفردية أو الأشخاص أو المؤسسات المجتمعية أو المؤسسات الحكومية في كيف تقديم خدمات متميزة تعمل على تنمية مستدامة، تنمية بشرية اجتماعية مستدامة. هذا الفكر الأمن والسلام والمحبة والتعاون والترابط الأسري الموجود في دولة الإمارات بيكون فرصة كبيرة أن ينشر هذا الفكر على مستوى العالم، ونأمل إن شاء الله التوفيق للجميع والفوز في المراكز المتقدمة في الجائزة إن شاء الله. إن حدث اليوم جاء ليؤكد الشراكة الاستراتيجية بين مؤسسة التنمية الأسرية وشركائها الاستراتيجيين الذين عملوا لمدة سنة على تطوير منظومة البرنامج الجديدة، فاستحقوا اليوم التكريم من سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه رئيس اللجنة العليا للبرنامج. إن برنامج سمو الشيخ فاطمة بنت مبارك في حلته الجديدة جاء ليتوج جميع المبدعين والمتميزين من أطفال وشباب ورجال ونساء والأسرة بشكل عام. يهدف برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي إلى بناء مجتمع متميز مستدام ومتماسك. قادة مسؤول نسختها 15 تهدف إلى الشرح وتقديم شرح مفصل عن الخدمات المقدمة لمستشفيات الظاهرة لهذه المنطقة، وهي أكثر طبقناها في المجالس المنطقة يكون أكثر مقربين لهذه المنطقة ويكون فيها شرح أكثر وأكثر. وبدأ المسؤول هي من الأشياء كتير مهمة على القليلة، لأنه نحن بمنطقة ريفية ومفروض المسؤول ينزل يشوف شو بده المواطن. هي عنا هلأ مهمة كتير قوية اللي هي نغير تقييم المواطن لمستشفيات الظفرة خصوصا مستشفيات مدينة زايد. المبادرة بالعكس تهدف إلى نقل نوعية للمدن باختلافها، ففي نفس الوقت علشان بالعكس تعطي حماس والناس كلها تنتبه لهذا، تكون لها دعاية والناس تتوافد علشان تقدم اقتراحات للمسؤولين. أتمنى الشفاء العاجل إن شاء الله لأي مريض. اليوم بإطلاق حكايات على المائدة يعبر عن نسيج التلاحم في إمارة أبوظبي. العوائل التي تواجدت في إمارة أبوظبي في نفس الوقت أيضا كيف أن المائدة هي مكان التلاقي، مكان الحوارات، مكان أيضا التقاء العائلة والأصدقاء. هذا الكتاب يجسد قصة مختلفة عن إمارة أبوظبي، قصة إنسانية، قصة ثقافية وممتعة أيضا. ففكرة الكتاب يعني اجت من بيئة المدينة. يعني أنا عايشة هون 25 سنة بأبوظبي، اختلاط الجاليات اللي عايشة هون، كرم والضيافة اللي شفناها من المرحوم الشيخ زايد، هيدا كله خلاني أفكر إنه كيف ممكن أدون الحياة هاي أو أدون حقبة زمنية اللي عشناها من بالبلد هيدي والأصدقاء اللي تعرفنا عليهم والمأكولات اللي أكلناها. مأكولات في حوالي 100 وصفة بالكتاب وهي من جميع أنحاء العالم،
منها طبعا جزء المأكولات الإماراتية اللي هي متأثرة من حياة البحر ومن حياة البادية. الأكل يعني كمحور للحياة وللثقافة ولتبادل الأفكار. والله هو الكتاب أنا بالنسبة لي أعتبره من الكتب المهمة جدا، لأن لو تروح في علم الأنثروبولوجيا علاقات الإنسانية وعلاقات البشر مع بعض هاي تعتبر جزء من تاريخ المجتمع. والله أنا أتصور أتمنى كل حد عنده فكرة يكتب ويثابر فيها، لازم يكون لها صدى، وأتمنى التوفيق الحنان ويكون إن شاء الله في طبعة ثانية أو ثالثة ويكون لها بعد أكبر في تصوراته وتحقيق رؤيته يعني في المجتمع. مشاركتنا صراحة للاطلاع ومعرفة شنو آخر ما مستجد في مجال علوم الأدلة الجنائية في المؤتمر السنوي اللي يقام هنا، وفعلا هي المؤتمرات المهمة اللي نحرص دائما بالتواجد فيها، لأن دائما كل ما هو جديد في علوم الأدلة الجنائية يكون حاضر في هذا المؤتمر. اليوم احنا مشاركين بمؤتمر الأدلة الجنائية تحت رعاية حكومة أبو ظبي. احنا بنورد مواد كيميائية، بنورد مواد تجميع لمختبر جنائي في أبو ظبي، والمواد التجميع هاي تجمع العينات إذا كانت سلايفا أو عينات لعاب أو عينات دم، تنبعث للمختبر الجنائي للفحص. يتطلب منا دائما ان نكون ساير هذا التطور ونوازيه، لان جانب اخر يستغل هذا التطور العلمي في الجرائم، ولذلك يجب علينا ان نكون مسايرين ومستعدين دائما وكشف غموض الجرائم وتقديم التقارير والادله المناسبه لحل غموض القضايا ومساعده القضاء في اصدار الاحكام المناسبه لاعطاء كل ذي حق حقه. اليوم نحن في مركز القطارة للفنون، افتتاح معرض الألعاب الشعبية الإماراتية الثاني. الأول كان السنة اللي طافت، خذنا نحن 180 لعبة إماراتية واخترنا منها أشهر 11 لعبة. فالسنة اللي طافت عرضنا 6 ألعاب، وهذه السنة قاعدين نعرض 5 ألعاب، وهي الألعاب اليوم بتشوفونها في مركز القطارة. ال 11 لعبة اللي اخترناها واخترنا نعرضهم بسبب ان الدراسة اللي تمت عن طريق قسم التراث المعنوي في إدارة الثقافة والسياحة تبين ان اشهر الالعاب اللي عندنا هم 11، فهذه لهم اللي نحن وثقناهم ما بين المعرض في السنة اللي طافت والمعرض هذه السنة بالخمس الالعاب اللي حطيناهم الحين والستة اللي حطيناهم وعرضناهم السنة اللي طافت. قدمنا أغاني شعبية مخصوصة كانت بزمان أول بالأطفال، ألعاب كانت مرتبطة بالأغاني الشعبية مثل الألعاب اللي كانت ما أتوقع أنها لا زالت، ولكن كانت يمكن نحن لحقنا عليها بفترة من الزمن، ولكن نتمنى نحن بهالمبادرة اللي تابعة لدائرة أبو ظبي للثقافة والسياحة أن نحن ننمي الموروث هذا بتكرار هالأغاني. هذا اللي كان الهدف من أن نحن كل سنة في نفس هالتايم أو نفس هالوقت نعيد هذه المبادرة. الله يعطيكم العافية.